انك تكون حذر في مصاريفك. الشح في المصاريف قد يؤثر على جودة الإنتاج. عارف برضه يعني طبعا استاذ فاروق، بالاضافه الى المحطات، يعني احنا في داخلي وخارجي وقنوات فضائيه، والنهارده في ظل وجود المحطات اللي بتسرق الافلام اللي هي محطات الشمال، برضه بقى عندك شباك الفيلم كان بيمثل دخل كبير للجزء من دخل كبير للفيلم، ما بقاش تقريبا موجود او موجود باسعار قليله جدا بسبب المحطات اللي بتسرق الفيلم وبتعرضه بدي في دي او اسطوانه او حد بيسرقه من السينما وبيصوره وبينزله على حاجه و80 محطه. النهارده الفيلم في السينما وهو لسه في السينما بينزل على حاجه و80 محطه. أيوة اتضرب خلاص. ومفيش حد خد اجراء حازم، لان في الاخر ما هو السينما دي صناعه، احنا في ناس بتجي لنا من بره عشان تتفرج على الافلام عندنا. من كل من الكويت ومن الامارات ومن كل الوطن العربي.